إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الآية اشتملت على أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول تأدية الأمانة إلى أهلها، والأمانة أحد أنواع الأمانة اللي هو ما يأتمن الناس فيه بعضهم على بعض، بس مش ده المعنى الوحيد. أول معنى للأمانة أمانة التكليف، فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن التكليف دي أمانة. إن عرضنا الأمانة، الأمانة هنا اللي هو التكاليف الشرعية الحلال والحرام، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الإنسان حمل الأمانة، فلابد اللي هو يؤدي الأمانة، يتحمل الأمانة كما ينبغي. يبقى أول معنى في معنى تأدية الأمانة الأمانة التي بين العبد وربه، أداء الواجبات وترك المحرمات. المعنى الآخر ما يؤتمن عليه الناس، ما دام أتمنك على شيء ومنه السر، والسر أمانة. إذا قال صاحبك أمرا ثم التفت فهو سر، لو هو بيكلمك التفت عشان محدش يسمعه يبقى دي أمانة وسر. إياكم أن تنشروا الأسرار، في بعض الناس ما بتحتملش كتم السر، فده من تضييع الأمانة. يبقى الأمانة ممكن تبقى أمانة مادية، أموال وأمتعة، وممكن تبقى أمانة معنوية، يعني يأتمنك على خبر، على سر. مش زعلت منه تقول بقى أنا هقول بقى وحوريك أنا مين. طيب أنت خلت الأمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن المسلم عنده مبدأ. وهذا الحديث مختلف في صحته، لكن الراجح أنه حديث صحيح كما قال ابن كثير وكما قال شيخ الألباني رحمه الله. يبقى الأمر الأول تأدية الأمانة، ما دام حمل الأمانة لا يبقى ما يتحملهاش. لو هو ضعيف يا راح ده لك هقول لك على سره ما تقوليش، لأني أعلم في نفسي أني لا أكتم السر، عادي ما فيش مشاكل. أو واحد لقى لقطة ممكن يطمع فيها سيبها عشان دي أمانة. أو واحد قال لك شيل عندي حاجات ممكن تطمع فيها، أو الولاد يقول لك يا بابا إحنا محتاجين أو نحو ذلك بلاش منها. بس لو تحملت الأمانة مساعدة لأخيك المسلم ومن فك كرب عن كرب أخيه بالمبدأ ده، يبقى لازم إيه؟ تحفظ الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكنا في مسجد الجامعة حاطين اللي هي التسجيلات من غير مفتاح، مش عارف كان المفتاح بايظ ولا المهم. فأيام ما كان في كاسيت وتسجيل كان في شرايط، فكاتبين كده إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خدت الكتاب، خدت الشريط، ترجعه، استدنت من واحد أموال ترجعها. ويعلم موضوع الاستدانة دي بقى، يعني لو اتكلمنا عنها مش هنخلص. واحد عايز منه أنا شخصيا حوالي 350 جنيه 100 جنيه، أكلمه يقول لي ده أنا في ناس عايزة مني 60,000 جنيه. بالظبط. أنا مالي، ثم أنت أخلص من الحاجات الصغيرة وخلي الخصوم قليلين، ثم أنت هتدفع 60,000 جنيه مش قادر تدفع 350 جنيه. وهو رجل يعني ضاق به الأمر كان ميسورا، لكن حتى يعني ده في واحد قلنا له ادفع 20 جنيه مستدين برضو مبلغ وعليه 300 جنيه، فبنقول له ادفع 20 جنيه، كل ما يكون معك 20 جنيه ادفعها، ما بيدفعش. أين هو من قول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله؟ طب مش الناس وقفت جنبك وفكت زنقتك وفكت كربتك، ده يكون الجزاء، ولازم تخبره وتقوله وتتصل عليه، وهو مش يجي من نفسه تفضل. او من الادب يا اخوان اللي احنا نقول له حان وقت السادات لكن اعذرني، انت اللي تتصل عليه وتقول انا فاكر الامر بس اعذرني النهارده.
الحاجة التانية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ابنك وابن غيرك تحكم بالعدل. ليه؟ لأن الله أمر بذلك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. على نفسك ولو على أنفسكم، على أخوك، يبقى تحكم بالعدل. كافر ومسلم، والكافر مع الحق، نحكم لمين؟ للكافر. المسلم عادل. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني النعمة ما يعظكم به، تأدية الأمانات وأن تحكم بالعدل. لو مشيت بالمبدئين دول في حياتك تنصر في الدنيا وفي الآخرة. إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع ويبصر ويعاقب ويجازي على ما يراه منكم ويسمعه منكم من تأدية هذه الأمور، لمنها تأدية الأمانة والحكم بالعدل.